أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الدرس الثاني. في هذا الدرس سنقوم بتوضيح وشرح والتمرن على بعض أصوات الحروف في اللغة الألمانية والتي هي معروفة لديكم في اللغة العربية. هنا سيتم استعراض الحروف التالية: السين، الزاي، الباء، الدال، التاء، الكاف واللام. وينبغي عليكم أن تكونوا قادرين على نطق هذه الأصوات بشكل جيد، ومع ذلك فإن مكان أو موقع كل صوت في الكلمة يأتي بشكل مختلف أو متباين في اللغتين، فالبعض منها باللغة العربية لا يأتي أبدا في بداية الكلمة، والبعض منها يأتي في نهاية الكلمة في اللغة الألمانية، وبعضها ينطق قليلا بشكل لين وناعم أو بشكل أكثر حدة ووضوح. شاهدوا الفيديو بتمعن ودقة وانطقوا أصوات كل منها بشكل تام. تمرنوا على الكلمات في هذا الدرس وحاولوا ملاحظة وتتبع نطق الأصوات في مواقعها المختلفة في الكلمة. في نهاية هذا الدرس سوف نعرض لكم مرة أخرى الحروف التي من خلالها يمكن كتابة أصوات كلمات هذا الدرس لتعطيكم خيارا إضافيا لممارسة التمرن والتدريب. لذلك تابعوا شريط الفيديو واقرأوا النصوص المرافقة أو المصاحبة، وفي نهاية المطاف تمرن وتدرب على نطق الكلمات. أرجو لكم قضاء وقت ممتعاً.